نعم، في المقابل مصادر قالت أن ميليشيا الدعم السريع قصفت مدفعية ثقيلة أحياء المنطقة، منطقة أباشغر بمدينة الفاشر، وكذلك أمس قتل 40 مدنيا في هجوم للقوات قوات الدعم السريع أيضا في قرية وسط السودان، أفادت بذلك لجنة شعبية غير رسمية. كيف تقرأ ربما استراتيجية الميليشيا في المواجهة مع المدنيين خلال هذه الحرب والتي كثفتها خلال الفترة الماضية بالتحديد؟ وطبعا الميليشيا الدعم السريع حرصت منذ اليوم الأول على الانتشار في مواقع لا يوجد فيها أي قوات أمنية ولا معسكرات ولا ثكنات للجيش السوداني، وبالتالي هي حاولت من خلال هذا الانتشار الضغط على الحكومة السودانية وإجبارها على التنازل في طاولة المفاوضات، باعتبار بأنه هنالك كتلة كبيرة جدا من المتأثرين بهذه الحرب تطالب بإيقافها مهما يكون الثمن. وبالتالي يعني كان هدف استراتيجي الانتشار في مواقع مدنية في المقام الأول، ولكن يعني أيضا يعني هنالك خطة أمنية قائمة على وخطة سياسية قائمة على زراعي تسليم محاصيلهم الزراعية إلى أفراد الميليشيا، وإجبارهم أيضا يعني على القيام بحركة نزوح كبيرة جدا والاستيطان، يعني حتى الميليشيا بدأت باستيطان أفرادها وأفراد أسرها من خارج السودان في ولاية الجزيرة ولاية سنار. بالتالي هذا التغيير الديموغرافي بالكامل هو مقصود في حد ذاته. نعم سيد عزمي عبد الرازق، وصلت الفكرة، الكاتب الصحفي السوداني، كنت معي في هذه الفقرة من برنامج في المنتصف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.